برحب بيك كابتن اسلام الشاطر، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد الترحيب موصول لكل ضيوفك في الاستوديو نجوم ملعب الاهلي كابتن اسامه حسني وكابتن عادل عبد الرحمن كابتن محمد حشيش من داخل احد مقاهي الاقصر، المدينه الجميله، المدينه اللي بتحتضن فرع النادي الاهلي الجديد. هنرصد انطباعات الجماهير وارائهم حول مباراه النادي الاهلي ونادي النجم الساحلي ان شاء الله غدا في دوري ابطال افريقيا. بالتوفيق، كل التوفيق للنادي الاهلي، واكيد هيوجهوا رسائل لنجومنا، نجوم فرقه نادينا الحبيب النادي الاهلي. تعرف عليك محمد مصطفى. محمد، قول لي بقى، شايف الماتش ازاي والنتيجه تتوقعها ايه؟ ان شاء الله الماتش هو صعب شويه، بس ان شاء الله رجالتنا وقوتنا 2-0 ان شاء الله. مباراه هامه اكيد، مباراه ان شاء الله النادي الاهلي يتوفق فيها. تتوقع ان شاء الله النتيجه ايه؟ ان شاء الله يبقى 2-0 وليس المرمى المحترم ان شاء الله. احنا نلعب بالبطوله، يعني البطوله ان شاء الله التاسعه تبقى بتاعتنا ان شاء الله. رسالتك للاعيبه النادي الاهلي رساله مهمه اكيد من جمهور النادي الاهلي. احنا لعيبه رجاله باذن الله، وهيرفعوا راسنا بكره وان شاء الله 2-0. توقعك للمباراه شايفها ازاي؟ ان شاء الله اللعيبه تلعب برجوله، البطوله بتاعتنا ان شاء الله، ماتش ان شاء الله يخلص 2-0. عايز اقول لك كابتن اسلام الشاطر، مستمرين طبعا في تغطيتنا الخاصه من داخل المقهى. عايز اقول لك ان المقهى اهلاوي جدا، جميع الجماهير اللي موجوده هي جماهير اهلاويه، مستمرين في رصد انطباعاتهم. نتعرف عليك حجاج. قول لي نتيجه الماتش ان شاء الله. ايه؟ ان شاء الله 3-0 للنادي الاهلي ان شاء الله. رساله توجهها للعيبه، ربنا كده يكرمهم ويفوزوا ويشدوا حيلهم ويلعبوا كويس يعني ان شاء الله. نتعرف عليك احمد. استاذ احمد، قول لي بقى نتيجه الماتش شايفها ازاي؟ باذن الله 3-1. رساله توجهها للعيبه، ان شاء الله ربنا يسهل لهم ونفوز ان شاء الله، ونفوز 3-0 ان شاء الله. معانا مجموعه، عزيز كابتن اسلام الشاطر، معانا مجموعه من الشباب اللي هنتعرف على ارائهم حول المباراه. طبعا مباراه هامه، مباراه النادي الاهلي والنجم الساحلي. قول لي شايف الماتش ازاي؟ باذن الله اللعيبه تلعب ماتش حلو بكره ويكسب الماتش، وان شاء الله نكسب 2-0 باذن الله. قول لي رساله بقى توجهها للعيبه. لا ان شاء الله يعني يلعبوا رجاله في الملعب، وده متعودين عليه احنا يعني، بس ان شاء الله يعني 3-0 ان شاء الله. شايف الماتش ازاي؟ ماتش ان شاء الله مكسب الاهلي، وان شاء الله نكسب 3-0. رساله بقى توجهها لنجوم النادي الاهلي، اكيد رساله مهمه قبل الماتش المهم بكره باذن الله ما بين النادي الاهلي والنادي النجم الساحلي. باذن الله الاهلي اول اخر بيلعب باسم مصر، وان شاء الله اللعيبه يكونوا في حالتهم، وان شاء الله يكسب ويصعد ان شاء الله. قول لي تتوقع النتيجه كام، ومين اللي هيجيب الاجوان؟ ان شاء الله 2-0 الاهلي، علي معلول واي جاي. قول لي نتيجه اللقاء شايفها ازاي؟ ان شاء الله هو ماتش صعب طبعا، يعني لا بديل عن الفوز ان شاء الله، بس باذن الله 2-0 للنادي الاهلي. شايف نتيجه اللقاء ازاي؟ هو ماتش صعب طبعا، بس ان شاء الله يعني لعبتنا هيبقى اداء مشرف، هنفوز ان شاء الله 3-0. ما زلنا كابتن اسلام الشاطر في تغطيتنا الخاصه والخاصه جدا من مدينه الاقصر، المدينه الجميله، المدينه اللي بتحتوي على ثلث اثار العالم. معانا مجموعه من الجماهير اللي هنرصد ارائهم وانطباعاتهم حول المباراه. تعرف عليك احمد افندي. قول لي بقى نتيجه الماتش شايفها ازاي؟ ان شاء الله باذن الله هتبقى 3-0 للاهلي باذن الله، وعجاي هيجيب جون، وليد وشحات باذن الله. رساله للعيبه من جمهور النادي الاهلي، بيقولوا ايه لعيبه النادي الاهلي؟ هو ان شاء الله وعدونا البطوله تكون في الاهلي، السنه اللي فاتت وقفنا معاهم، وان شاء الله يجيبوا لنا البطوله زي ما وعدونا باذن الله. ما زلنا اعزائي المشاهدين مع جماهير النادي الاهلي، الجمهور رقم واحد، الجمهور اللي بيدعم دايما فرقه النادي الاهلي. قول لي شايف الماتش ازاي؟ باذن الله هيكون ماتش صعب، بس باذن الله هنفوز 3 ان شاء الله. قول لي رساله بقى توجهها للعيبه، شايفك عمال تفكر وشكلك عمال بتتوقع الماتش، قول لي بقى النتيجه ان شاء الله. لا ان شاء الله 3-0 باذن الله. رساله بقى توجهها للعيبه. لعيبه بقول لهم ما تخافوش، احنا وراكم ومعاكم في اي وقت، وان شاء الله الفوز يعني جاي. عايزك بقى تقول لي رساله توجهها للعيبه، ماتش مهم، ماتش ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي. حسين، شايف نتيجه اللقاء ازاي؟ ان شاء الله باذن الله يعني هنكسب مش اقل من 3-0، وباذن الله اللعيبه يكون قد المسؤوليه، واحنا وراهم وفي ظهرهم. واضح طبعا مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، الثقه اللي على جماهير النادي الاهلي، الثقه اللي فيها جمهور النادي الاهلي، اللاعب رقم واحد في بطولات النادي الاهلي. اتعرف عليك؟ عبد العاطي حضرتك. قول لي توقعاتك للماتش. ان شاء الله باذن الله 3-0 للنادي الاهلي.
رساله بقى توجهها للعيبه؟ ان شاء الله ربنا معاهم باذن الله ويكونوا على قد المسؤوليه ان شاء الله باذن الله. باذن الله سمتك واضحه بقى، قول لي يعني واثق ان شاء الله ان النادي الاهلي باذن الله بكره هيحسم اللقاء باذن الله 3-0 ان شاء الله. ما زلنا اعزائي المشاهدين مع التغطيه الخاصه ادم، وسلم لنا على كل الناس اللي عندك وقول لهم بنشكركم جدا، وانا شخصيا بتفائل جدا بالاقصر وبأهل الاقصر.